طريقة عمل موقع أمازون تختلف عن باقي المواقع، فإذا أنت حقا تريد النجاح على موقع أمازون عليك التعرف على مربع الباي بوكس. كما شرحت في الفيديوهات السابقة على القناة، موقع أمازون مبني ككتالوج. المنتج المعلن بالموقع سنراه مرة واحدة، أي ستكون صفحة مبيعات واحدة للمنتج، وجميع التجار التي تبيع المنتج ستكون داخل الصفحة. التاجر الذي سيكون مبين في المرتبة الأولى في قائمة التجار التي تبيع المنتج هو في غالبية الأوقات الذي سيظهر في الصفحة الرئيسية وسيكون الفائز بالباي بوكس. فإذا المشتري ضغط على مربع الباي ناو سيشتري المنتج من التاجر المبين في مربع الباي بوكس. مربع الباي بوكس هو مربع الشراء، يمكننا رؤية من هو التاجر الذي سنشتري منه المنتج ومبلغ المنتج أو المبلغ الذي سيوفره هذا التاجر. لذلك من المهم أن نكون الفائزين في مربع الباي بوكس. الفوز بمربع الباي بوكس يعني أننا المسيطرين على صفحة المبيعات. ويوجد عدة عوامل للفوز بالباي بوكس. أولا، أن يكون منتجك مخزن في مخازن أمازون FBA، أي أن يكون المنتج أيضا معرف في برنامج البرايم. أمازون يفضل منح الباي بوكس وتجار FBA وهذا معروف، ولا يفضل تجار FBM. حتى لو كان سعر المنتج لتاجر FBA أعلى من FBM سيفضل أمازون إظهار المنتج الخاص لتاجر FBA. مهم جدا أن نكون منتجاتنا مخزنة في مخازن أمازون. ثانيا، مراقبة مبلغ المنافسين. حاولوا قدر الإمكان أن يكون مبلغ منتجكم تنافسي. طبعا لا تبيعوا المنتج بخسارة فقط للفوز بالباي بوكس، إنما عرفوا المبلغ الملائم لكم وأن لا يكون المبلغ عالي عن باقي المنافسين الآخرين. ثالثا، تقييم حسابكم. أمازون يمنح الباي بوكس للتجار تقييم حسابها جيد ولا يوجد مخالفات على الحساب في السابق، لذلك حافظوا قدر الإمكان على سلامة حسابكم وتقييمه لتكبروا احتمال فوزكم بالباي بوكس. مربع الباي بوكس هو عامل أساسي لنجاحنا في بيع المنتجات، لذلك احرصوا على الفوز به وراقبوا جميع العوامل التي ذكرتها التي ستكبر احتمالك في الفوز بالباي بوكس. لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك على الفيديو، وأتمنى النجاح للجميع.